السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للجميع. كنتمنى لكم التوفيق والجمعة مباركة. اليوم الإخوان غادي نهضروا على هذا الموضوع اللي هو مهم في هذا الفصل ديال الخريف. وكما كتعرفوا الإخوان، في هذه الفترة ديال الخريف كيكون تقلبات ديال الجو، وضروري الإخوان من الحموض يورنا من الأمراض ومن التقلبات ديال الجو. اول حاجه الاخوان هي تكون عندنا سلاكه مزيانه وتكون سخونه. اذا كانت عندك الاخوان سلاكه سخونه راه كتهنيك في وقت البرد، كتهنيك ورا ما كيتصابوا لا بامراض لا والو. حتى الا كانت سخونه راه كتعطيك لا فورم مزيانه، والطير كيستافد من داك الاكل، ما كيكونش واحد الاستهلاك اللي بزاف. لكن السلاكه فيها البرد راه الطير اللي كلاه ما كيستافدش منه، ماشي بحال السلاكه اللي دافيه. السلاكه اللي كانت دافيه راه الطير كيستافد من داك الاكل، كياكل غير واحد شويه وكيستافد منه. هادشي اللي كاين. الا كانت عندك السلاكه بارده انا ما كتكونش واحد لا فورم اللي مزيانه، وكيكون الطيور ديما المناعه عندهم طايحه. انا كندوي على هاد الفتره ديال الخريف. الا كان سخونه الطير كيبقى شاد مقاوم، وكيفوت هاد الفتره ديال الخريف وكينقز الفترات الصعاب. اول حاجه الاخوان، انا كنخاطب الاخوان المبتدئين وحتى الحريفيه، راه كاين اللي قديم وغشيم. اول حاجه الاخوان تكون عندك سلاكه مزيانه، ماشي تكون سلاكه كبيره، سلاكة تكون غير صغيرة وتكون صحية. فهمتوني يا خوتي؟ كتهنيك بزاف إلا كانت سلاكة عندك مزيانة وصحية، كتهنيك 80% ديال الخدمة، كتهنيك 80% ديال الخدمة اللي عطيتها للطير كيستافد منه، وكتكون سلاكة صحية. هادشي اللي كاين، وما كيكونوا لا أمراض لا والو. هادشي اللي كاين الإخوان، وتبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.